لمدة يومين جرى تعليق إضراب موظفي شبكة المترو في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث لوحت النقابات بإجراء تصويت يوم الأربعاء لمعرفة إذا كانوا سيواصلون إضرابهم هذا الأسبوع تزامنا مع افتتاح المنافسات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها البرازيل. ويقول رئيس نقابة عمال المترو: سنعقد اجتماعا آخر يوم 11، وربما يستأنف الإضراب في اليوم الموالي، وسيتوقف ذلك على إعادة إدماج 42 عاملا تعرضوا للطرد. وكان إضراب الموظفين يوم الاثنين قد تسبب في حالة من الفوضى عامة الحركة المرورية، وتعتبر السلطات البرازيلية الإضراب تهديدا خطيرا لأهم تظاهرة كروية، إذ أن شبكة المترو تعد وسيلة النقل المركزية بالنسبة لمشجعي الفرق حتى يتنقلوا إلى الملاعب. إلى ذلك تظاهر مدرسون في ريو دي جانيرو منددين بالتكاليف الباهظة لتنظيم دورة كأس العالم في البلاد، مطالبين بزيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم.